مفاجأة المدوية تلك التي كشف عنها فلوديمير زيلينسكي. أوكرانيا لا تخطط للانسحاب من الأراضي الروسية التي سيطرت عليها مؤخراً. الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده تعتزم الاحتفاظ بالأراضي الروسية التي استولت عليها إلى أجل غير مسمى كوسيلة لإجبار روسيا على الدخول في مفاوضات جدية. وفي أول مقابلة تلفزيونية له بعد التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية، أوضح زيلينسكي لشبكة NBC أن أوكرانيا ليست مهتمة بنقل أسلوب حياتها إلى الأراضي الروسية المحتلة، بل تعتبرها جزءاً من خطة الانتصار لإنهاء الحرب. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتزم عرض خطتها على الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة. وكان الجيش الأوكراني قد شن في 6 أغسطس هجوماً واسع النطاق على منطقة كورسكا الروسية، وسيطر على أكثر من 1000 كيلومتر مربع و90 بلدة، بما في ذلك بلدة سوجا. من ناحية أخرى، يحقق الجيش الروسي تقدماً في شرق أوكرانيا، خاصة بعد سقوط مدينة أفدييفكا في فبراير. زيلينسكي وصف التوغل الأوكراني بالضربة الاستباقية لمنع روسيا من إنشاء منطقة عازلة على الحدود الأوكرانية، لكنه لم يكشف عن أي خطط للاستيلاء على أراضٍ روسية إضافية.